السلام عليكم. هذه عقلة لنبات الشيبة، قد نجحت، نمت، أعطت لنا أوراق، والآن سأقوم بنقلها إلى الصيص أكبر حجما، لأن نبات الشيبة يكبر إلى حجم شجيري تقريبا، وهو نبات طبي. سأنقله إلى الصيص أكبر حجما فقط بقليل من إناء التشتيل، ولما يكبر إلى حجم أكبر من هذا سأنقله مرة ثانية في أصيص أكبر، وهكذا على التوالي حتى يصبح النبات بشكل كبير، وهو نبات شجيري، وتصبح سقانه متخشبة. سأقوم بنقله الآن. طبعا طريقة النقل هكذا، نضع النبات بين أصابع اليد وعمل عملية خبط فقط هكذا. طبعا سأتي بإناء تشتيل أصيص عفوا لأضع فيه النبتة أو العقلة، عقلة الشيبة التي نمت. طبعا مثقوب من الأسفل، أضع فيه كمية من التربة، أضع هنا حوالي نصف الكمية، ثم أنزل النبتة من الإناء بهذا الشكل. انظر الجذور ما شاء الله، وأضعه هنا في الإناء عفوا. سأنقص كمية من التربة هكذا، يكون مستوى واحد في الإناء. طبعا انظر إلى جذور الشيبة، عملت جذور ما شاء الله، وأضعه هنا في الإناء بهذا الشكل. حاول ضبطها في الوسط، ثم أضيف قليل من التربة فقط، بحيث أترك دائما حيز للماء، تجمع فيه الماء أثناء ري النبتة هذا الشكل هكذا فقط. سهلة، عملية نقل سريعة وسهلة جدا، أفضل أن أقوم بها صباحا أو مساء. بهذا النقل نقوم به مساء، في طبعا في فترة يكون الجو نوعا ما معتدل الحرارة. الآن أقوم بالري، ري مشبعة لنبتة هذا الشكل، وأتركها في مكان نصف مضلل حتى تنمو. لما تكبر كما قلت نريد نقلها إلى إناء أكبر حجما. وشكرا لكم على المشاهدة، إلى اللقاء.